حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماء والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني كتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل من من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه
لفضيله
وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن خلفه ألا تعبدوا
وقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين Ooh, no.
خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا القرآن حياة.